كلمة عن حزب التحرير ومخالفات. الكلام عن حزب التحرير، وإن كان أنا قلت داير نختم بالسؤال السابق، لكن الكلام عن حزب التحرير هو رافد من روافد الإخوان المسلمين. يعني يقال في حزب التحرير ما يقال في الإخوان المسلمين من الانحراف في المنهج والانحراف في السلوك، ويقوم الحزب على تعاليم وما كتبه النبهاني. والحزب أصلا قائم على عقائد منحرفة في الأصول، عندهم إنكار أو لا يأخذون بحديث الآحاد في مسائل العقيدة، وعندهم مسائل الخروج وضلال في هذا الباب، وعندهم الهدف إعادة الخلافة، وإعادة الخلافة لا تكون على الطريقة الشرعية. إعادة الخلافة نعم هدف من أهداف المسلمين، لا شك إنه هدف، لكن إعادة الخلافة تكون بالتوحيد في الأول. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، في التوحيد. فما ممكن أنت تعيد الخلافة الإسلامية وأنت مقيم على الشرك وترضى به ولا تنكر على أصحابه، تشايفهم قدامك، ودار تجيب الخلافة من غير توحيد، ما بتجي من غير توحيد. فأولا الخلافة تأتي بالتوحيد، ثانيا لا تأتي بالمظاهرات ولا بالبيانات اللي بتوزع. حزب التحرير يقول لك يوزع بيانا، ودولة الخلافة الإسلامية الراشدة دولة السودان أو فرع السودان من الخلاف إلى آخره من التفاصيل. ولاية السودان، أي يعتبر السودان ولاية، ما في مشكلة الخلافة نحن دارينا، لكن الخلافة تأتي بالطريقة الشرعية. فحزب التحرير حزب قائم على أفكار إخوانية، أفكار إخوان المسلمين، وأفكار أفكار الأخوان المسلمين لا تأتي بخير أبدا، وبالتالي هو يضاف إلى أحزاب أهل البدع والضلال. أنا أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير. جزا الله الشيخين خير الجزاء على ما قدمه وجعله في ميزان حسناتهما ورفع به الحاضرين. نذكر الأخوة بأن هذه المواد توجد على اليوتيوب على قناة الشيخ الزم الفقيري تو. وشكر الله لكم ونفعكم بما سمعتم، اللهم آمين. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.